مساء الخير واهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي، ومش هبالغ لو قلت اهلا وسهلا بكل جماهير الكره المصريه. النهارده نبدا مع حضراتكم مرحله مهمه جدا في مشوار المنتخب المصري، ولا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر في المرحله اللي جايه. خليني اقول لحضراتكم واكد زياده التاكيد مطلوبه في التوقيت ده، منتخب مصر مقبل على مباراتين مصيريتين في الفتره اللي جايه، والمباراتين في مواجهه ليبيا المنافس الاول لمنتخب مصر على صدارة المجموعة. ناس كتير جدا مش عارفة، نحب نقول ونأكد ونوضح انه المجموعة دي هيخرج منها منتخب واحد فقط لا غير، مفيش اول وتاني، في اول فقط عشان يدخل المرحلة التانية من التصفيات، مواجهة مباشرة. طبعا قرعة زي ما قلت لحضراتكم 10 مجموعات، بيخرج منهم متصدر كل مجموعة، يبقى عندنا 10 منتخبات هيتم اجراء قرعة، 5 هيلعبوا 5 ذهابا وايابا، اللي هيفوز في نتيجة المباراتين هيتأهل مباشرة لكأس العالم. وبالتالي أنت عندك ماتشين في منتهى الأهمية بسبب إخفاقك في أنك أنت تحقق النقاط كاملة في المواجهتين الأولى والتانية. الأولى كانت أمام أنجولا، كسبت على أرضك بعد معاناة شديدة جدا، والتانية كانت مع الجابون على ملعب الجابون، وللأسف شديد جدا فقدت نقطتين في منتهى الأهمية. ليه في منتهى الأهمية؟ لأنه ليبيا حققت العلامة الكاملة. عشان كده الحسبة الست نقاط في مواجهة ليبيا، مطلوب منك كحد أدنى تحقق 4 نقاط. يعني أنك أنت تقسم الموضوع بالنص ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ أقول لحضراتكم، لأنه ببساطة شديدة جدا لو لا قدر الله ليبيا كسبت ماتش ومصر كسبت ماتش، ده معناه بقاء الوضع على ما هو عليه، وبالتالي ليبيا في الصدارة. حتى لو أنت قدرت تحقق العلامة الكاملة في مواجهة أنجولا بره وجابون على ارضك، وليبيا قدرت تحقق العلامه الكامله، معناه انه تذكره التاهل وصلت لمين بالظبط كده؟ لمنتخب ليبيا. عشان كده لابد انك انت تعطل ليبيا، وبالتالي اعتقد انه اي جهاز فني، مش بس جهاز كارلوس كيروش، اي جهاز فني في الدنيا هتقول له انه موقف في تصفيات مجموعه مصر بالشكل ده، هيفكر تماما انه يلعب مباراتين هجوميتين في القاهره او في برج العرب وفي ليبيا. لكن يبدو كده، يبدو انه في الامور امور. وطبعا حضراتكم متابعين حاله الجدل الشديده جدا اللي حصلت في الفتره الاخيره او في الساعات الاخيره نتيجه استبعاد اسمين. انا بعتقد انه بالتاكيد ايا كانت انتمائك، احنا بنتكلم على منتخب مصر ومصلحه منتخب مصر، كان لابد الحقيقه ان هم يكونوا موجودين في التشكيله، حتى بقى ولو كانوا بيعانوا من الاجهاد، وحتى لو مش في قمه مستواهم، على الرغم انه حتى مباراه ليبيا كشفت انه شريف لابد ان يكون ورقه موجوده، حتى ولو كان على البنش، حتى لو كان على دكه الاحتياط، لكن ما تقدرش تستغنى عن محمد شريف، وما تقدرش تستغنى عن مجدي قفشه في المواجهتين دول. اعتقد انه السبب الوحيد المنطقي اللي ممكن يكون مقبول في غياب شريف وقفشه هو ان هم يكونوا مصابين، وده طبعا اللي ما عندناش معلومه بيه حتى اللحظه، وواضح جدا ان هم يعني ما فيش اي مشاكل او اي اصابات من اي نوع. لكن في النهايه انت رايح تلعب مع ليبيا ماتشين في منتهى الأهمية بدون واحد، مش واحد، هو الحقيقة أقوى سلاح هجومي عندك في الفترة الأخيرة. في آخر حلقة من الأسبوع اللي فات مع حضراتكم هنا في السادسة، فقرة اليوم العالمي، بيبقى عندنا فقرة الجي بي اس، اللي بيتابعوا السادسة طبعا عارفين، وفيها تابعنا كل اللعيبة المصرية المحترفة في الخارج، ومنهم طبعا وأبرزهم المهاجمين عمر مرموش، أحمد كوكا، وأحمد ياسر ريان، والثلاثة الحقيقة، ومصطفى محمد طبعا. وتقريبا تقدر تقول كده ان كل فراودة مصر خارج نطاق الخدمة، بما فيهم مصطفى محمد اللي ممكن يكون المنتخب رامي عليه او هيعتمد عليه في مواجهتي ليبيا بشكل اساسي، لانه ببساطة شديدة جدا يا اما ما بيشاركوش، يا اما ما بيسجلوش، يا اما مصابين. وبالتالي كان من وجهة نظر مصرية خالصة ليس لها علاقة تماما بانتماء نادي الاهلي، انه محمد شريف يكون موجود في السكواد. الامور تبدو معقدة، والحقيقه يمكن حاله الغضب او الاستياء اللي موجوده عند الجمهور اترجمت في سؤال حلقتنا اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وحضراتكم هتشوفوه عشان نسمع صوت الجمهور. رايكم ايه في شكل منتخب مصر الهجومي في مواجهه ليبيا ذهابا وايابا؟ طبعا احنا النهارده بنتكلم على القائمه المبدئيه لكاس العرب، واللي رجع فيها محمد مجدي قفشه، ورجع فيها كمان محمد شريف. لكن الحقيقه السؤال اللي بيطرح نفسه، منتخب مصر هيلعب ازاي قدام ليبيا؟ هل عندنا القدرة على حسم المباراتين؟ لأن احنا في حاجة ماسة جدا لست نقاط، أو زي ما قلت لحضراتكم 4 نقاط على الأقل. نتكلم بالتفصيل ونطرح موضوع القائمة مع حضراتكم، بس خلونا نروح لعناوين حلقتنا النهاردة. البداية مع المنتخب المصري، منتخب الفراعنة.
يستكمل معسكره المغلق استعدادا لمباراتي ليبيا. كيروش يعلن القائمة المبدئية لمنتخب مصر في كأس العرب. رابطة الأندية تجتمع لحسم شكل الدوري في المقر الجديد. ومحمد صلاح ينافس على أفضل هدف في ليفربول في شهر سبتمبر. إبراهيموفيتش يحدد موعد اعتزاله لكرة القدم بقرار حاسم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل ما اتكلم شويه على منتخب مصر وعلى الكلام في القائمه، انا يمكن خصيت بالكلام في الاول شريف وقفشه، لكن ده ما يمنعش ان في اسماء لعيبه كمان تم استبعادها كانت جديره بالاستمرار. الحقيقه شايف انه يعني هنا انا مش بتكلم على اشخاص ولا وبحط الانتماءات دايما على جنب، لكن الحقيقه في اسماء دخلت قائمه المنتخب بعيده كل البعد عن المشاركه في منتخب مصر في الفتره دي وفي المرحله دي بالذات. يعني اضيف على قفشه واضيف على شريف حد زي مصطفى فتحي، حد زي احمد سمير، الاثنين الحقيقه مقدمين موسم ولا اروع، واكيد حلول، يعني اكيد وجودهم على دكه الاحتياطي مش هقول لك تشكيل اساسي، لكن وجود لعيبه من النوع ده، لعيبه تقدر تعمل الفارق. انا يعني وانا بفكر في الماتش، انا مش مدير فني ومش هتحمل مسؤوليه قرار زي ده، لكن في النهايه انت بتحط كل السيناريوهات الممكنه. يعني ماذا لو تاخر المنتخب المصري امام المنتخب الليبي؟ هتستمر ازاي؟ هتفكر انك انت تلاقي حلول او اوراق تدفع بيها تغير مسير المباراه ازاي؟ انا تقريبا شايف كده من الاختيارات انه في فكر دفاعي وفي فكر ان احنا نطلع باقل الخسائر، مش فرقه مش منتخب مصر اللي رايح يجيب 6 بونت من ليبيا ويرجع. وبالتالي الحقيقه علامات الاستفهام كتيره جدا. وفي النهايه قرار كارلوس كيروش وجهازه المعاون، طبعا كابتن ضياء السيد بالتاكيد كان صاحب بصمه واكيد اتكلم في النقطه دي، يعني بالتاكيد هو كان جزء او صاحب جزء كبير جدا من القرار. اقول لحضراتكم المستجدات بس قبل ما نتكلم على منتخب مصر، لانه كمان طبعا هنتابع مع حضراتكم الايام اللي جايه معسكر المنتخب. احنا عندنا مواجهتين، الاولى 8 في برج العرب والثانيه يوم 11 ان شاء الله هتكون في ليبيا. خليني اقول لحضراتكم الاخبار الجديده، يعني انه شكل الدوري، طبعا حضراتكم كان في كلام كتير جدا الفتره الاخيره على سيناريو الدوري الممتاز في الموسم اللي جاي. عندنا بطولات كتيره جدا، عندنا كاس العرب طبعا اللي بيقام تحت مظله الفيفا، هيتلعب في ديسمبر، وده دي بطوله هتبقى بتتلعب بالمحليين بس، مش هيشارك فيها المحترفين لانها بره الاجنده الدوليه. عندنا بطوله امم افريقيا، وعندنا ارتباطات الانديه. عشان كده كان الكلام كله ازاي نحاول ان احنا نمتص صدمه الموسم اللي جاي ده. اهلي هيلعب في كاس عالم، هيلعب سوبر افريقي، هيلعب دوري ابطال افريقيا، الزمالك وبيراميدز والمصري هيشاركوا كمان في بطولات افريقيا، وبالتالي عندك اجنده مزدحمه هتخليك تروح بالموسم لبعيد شويه. يعني هنكمل نفس الحاله اللي احنا عايشينها بقالنا سنتين، كانت الرغبه او الامل ان الموسم ينتهي بدري عشان نظبط اجندتنا مع اجنده العالم كله، ما يبقاش العالم كله بيبتدي مسابقاته في وقت ويخلصها في وقت واحنا لينا اجنده او لينا توقيت تاني مختلف. وده اتكلمنا فيه كتير ومشاكله كتيره جدا في 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 سوق الانتقالات وفي ازمات قيد والى اخره. واضيف عليها كمان انه الموسم اللي جاي خد بالك او حط في اعتبارك، هكذا نامل يعني او هكذا يامل المصريين. المنتخب بقى وجع قلب الحقيقه، للاسف انا بقول الكلام ده، يعني المنتخب بقى مصدر من مصادر وجع القلب عند المصريين، عايزين منتخب يفرحنا وشايفين ان اولادنا والقماشه اللي موجوده تقدر تعمل ده، يعني ما احناش بنتكلم في حاجه مستحيله، وصلنا لكاس العالم مش حاجه مستحيله، مش حلم بعيد المنال، الاسماء اللي معانا في مجموعتنا يعني ما هياش مرعبه، ليبيا، الجابون، انجولا، فطبيعي جدا انك تصدر المجموعه، وطبيعي جدا انك انت بعد ما تتصدر المجموعه وتلعب مع واحد من التسعه الكبار في افريقيا انك انت كمان تتاهل، حتى لو لا قابلت فريق تقيل زي نيجيريا او الكاميرون او غانا، رصيد منتخب مصر وتاريخه يشفع له انه يوصل كاس العالم، ما هياش معجزه يعني. لكن في النهايه الامور بقت صعبناها على نفسنا قوي بصراحه. وبالتالي كانت مشكلة الدوري انه لو وصلت كمان كاس عالم هتعمل ايه؟ يعني لو انت ان شاء الله وصلت كاس العالم اللي هيتلعب في اخر 2022 هتعمل ايه في الموسم اللي جاي؟ هتلغي بقى المسابقات بتاعت الموسم المحلي وتتفرغ لتحضير المنتخب، هتعمل ايه؟ كلها علامات استفهام. وبالتالي كان في رغبة حقيقية انه يبقى في شكل مختلف استثنائي للدوري السنة دي عشان تقدر تعمل السنة الجاية دي بشكل مريح للأندية والمنتخب. وطبيعي اللعيبة اللي هتلعب الموسم ده لو وصلنا كاس العالم هتوصل كاس العالم حالتها عامله ازاي؟
وهتبتدي الموسم اللي بعده ازاي؟ يعني كلها اسئله متراكمه، اجاباتها متراكمه على بعضها او مرتبطه ببعضها البعض. لكن خليني اقول لحضراتكم ما تم الاستقرار عليه في رابطه الانديه النهارده، انه خلاص ما فيش شكل استثنائي، والموسم السنه الجايه هيتلعب بشكله الطبيعي والمنطقي. دوري هيقام بدورين، دور اول ودور ثاني، هتواجه فيه الفرق كلها ال 17 او 18 فريق يواجهوا بعض في ذهابا وايابا، وبالتالي توقع بقى موسم مزدحم. كنت اتمنى انه ده يكون في بعض القرارات المرتبطه بيه، ما اعرفش يعني هل ممكن زياده قوائم الانديه يسمح ليها بان هي تضم عدد اكبر من اللاعبين، يعني حاجات ممكن تساهم بشكل من الاشكال في تخفيف حاله الضغط على الانديه وعلى اللاعبين، بشكل كمان يفيد المنتخبات المصريه، لانه في النهايه انت بتختار من القماشه دي، ما عندكش حاجه ثانيه. طيب خليني اقول لحضراتكم اخبارنا النهارده. طبعا يعني زي ما قلنا المعسكر بتاع المنتخب مكمل ان شاء الله لغايه يوم 8 موعد المواجهه الاولى مع منتخب ليبيا، اللي مفترض ان شاء الله المباراه هتتلعب في ملعب استاد الجيش ببرج العرب، وبعديها على طول بثلاث ايام هتسافر او هتسافر طبعا مباشره بعد المباراه، عشان بعد ثلاث ايام هيكون ميعاد المواجهه الثانيه في ليبيا في مباراتين في منتهى الاهميه. نتمنى ان شاء الله انه الحد الادنى لازم نعطل ليبيا، لازم تعطل ليبيا، وتعطلها بحد ادنى انك انت تاخد من ليبيا اربع نقاط، لانه كمان ما حدش عارف السيناريوهات. انا الحقيقه مش عارف منتخبات انجولا والجابون كويسين ولا احنا اللي خليناهم كويسين، يعني الشكل اللي ظهر عليه منتخب انجولا وهو بيلعبنا هنا على ارضنا وعلى ملعبنا في القاهره يخليني مش مطمن قوي لمواجهه المباراه العوده في انجولا. وحتى المنتخب الجابوني اللي ظهر بشكل قوي جدا قدام المنتخب المصري اللي ما كانش في حالته بالتاكيد في مباراه الذهاب في الجابون يخليني برضو اقلق من ماتش العوده هنا حتى لو كان في القاهره. وبالتالي انت لازم تعطل ليبيا، اربع نقاط هو الحد الادنى، لانه ثلاث نقاط وثلاث نقاط، يعني لو انت خدت منهم ثلاث نقاط في مباراه هنا برج العرب وهم خدوا منك ثلاث نقاط هناك، صعبوا جدا 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 السيناريو عليك في تصفيات المجموعات. طيب نروح للجهاز الفني لمنتخب المصري، اللي طبعا ارسل النهارده، كان الميعاد الاخير لارسال القوائم هو 1 اكتوبر فيما يتعلق بقوائم المنتخبات اللي هتشارك في بطوله العرب او كاس العرب. القائمه الاوليه ضمت 35 لعيب، دي قائمه اوليه طبعا قبل ما نبعت القائمه النهائيه، لكن ضمت 35 لاعب زي ما قلت لكم، رجع فيها شريف وقفشه مره ثانيه، وضمت عليها بعض الاسماء الحقيقه برضو اللي خلينا نتفق انها قدمت موسم اكتر من رائع. يعني احمد رفعت من المصري الحقيقه واحد من اللعيبه المميزه جدا، في ثلاث اربع اسماء كده الجمهور بيتساءل هي ليه اللعيبه دي مش موجوده او مش واخده فرصتها دوليا. يعني كان منهم احمد سمير طبعا نجم طلائع الجيش واللي اتاخد في المنتخب لكن تم استبعاده في واحد من القرارات الغريبه، كان منهم محمد ابراهيم الحقيقه لاعب سيراميكا اللي بقاله اكتر من موسم بيقدم مستوى كويس جدا جدا الحقيقه، بشوف واحد من اكتر اللعيبه اللي قدمت اولا محافظه على مستواها في الفتره الاخيره وعنده القدره انه يقدم حلول. انا شايف انه المنتخب مفتقد اللعيبه اللي عندها الحل الفردي ده، باستثناء يمكن صلاح شويه طبعا، يعني بس صلاح كان غايب، كان حاضر غايب في في المواجهه الاخيره. انت هتلعب في كاس العرب ده مع لبنان، المباراه الاولى هتكون مع في مواجهه منتخب لبنان، ودي هتكون يوم 1 ديسمبر، وبعد كده هتعملها بالتدريج، تبتدي مع لبنان وبعد كده تروح للسودان يوم 4 ديسمبر وصولا لمواجهه المنتخب الجزائري القوي طبعا في يوم 7 ديسمبر، 1 ديسمبر لبنان، 4 ديسمبر السودان، 7 ديسمبر الجزائر. وزي ما قلت لكم من شويه الماتشات بتاعه البطوله دي هتتلعب من غير محترفين، هتتلعب بالمحليين فقط. يمكن المحترف الوحيد اللي هيكون مشارك يعني لو كان جاهز ان شاء الله في الفتره دي هيكون احمد حجازي، لانه طبعا احمد بيلعب في اتحاد جده والدوري السعودي هتوقف بحكم مشاركه المنتخب السعودي في البطوله، وبالتالي احمد حجازي ممكن يكون المحترف الوحيد اللي هيشارك معانا في كاس العرب. طيب انا قلت لكم قصه الدوري خلاص، فخلاص مش هنقف بقى مع موضوعها مره ثانيه كده. الدوري خلاص تم الاستقرار انه اتلعب يوم هيتلعب او هتكون ضربه البدايه في يوم 25، يوم 12 ان شاء الله هيكون اجتماع رابطه الانديه مع ممثلي 18 نادي اللي هيشاركوا في البطوله الجديده، وهيتم اجراء قرعه الدوري بشكله التقليدي او بنظامه التقليدي على دورين.
محمد صلاح نجمنا الحقيقه بيواصل تألقه، يمكن على صفحات الرسميه لنادي ليفربول تم اختيار هدفين من اهداف محمد صلاح عشان الجمهور يختار منهم هدف الشهر. محمد صلاح بيشارك بهدفين في قائمه الاهداف اللي قدمها ليفربول على منصاته، هدفه في ليدز يونايتد وهدفه الثاني في كريستال بالاس. نروح لابره ونختم اخبارنا مع واحد من اساطير الهجوم في العالم الحقيقه. بشوف ابره يعني في نجوم كده اتظلمت لوجودها في الوقت اللي شهد تألق ومنافسه كبيره جدا بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لكن انا بشوف الحقيقه ابره واحد من المهاجمين، من اعظم المهاجمين التاريخيين اللي جم في ملاعب كره القدم. لعيب عنده امكانيات استثنائيه، لعيب عنده ستايل صعب جدا انك تشوفه شبه او بيتكرر مع اي نجم تاني. مسيرته الاحترافيه، انجازاته وارقامه، مهاراته الحقيقه بتحطه في حته تانية خالص بشكل استثنائي. وللاسف يمكن الاصابه منعت زلاتان ابراهيموفيتش السنه دي من ان هو يبتدي مع الراس فنيري، لكن هو عنده رغبه اكيده في انه يكمل الموسم، وعنده رغبه ويمكن هو قدم قبل كده او ليه سوابق قبل كده تقول انه عنده قدرات رهيبه جدا على انه بدنيا الحقيقه هو استثنائي. يعني تتفق او تختلف مع ابره كواحد من اعظم المهاجمين، لكن هو بدنيا الحقيقه لاعب استثنائي جدا. والاصابه اللي تعرض لها يمكن قبل كده ورجع في خلال يمكن 6 شهور كانت حاجه بالنسبه للعالم كله يعني علامه استفهام كبيره جدا، لكن هو عنده رغبه انه يرجع مره ثانيه وبعد كده ياخد قرار اعتزاله بقى بشكل حاسم. اعتقد كل عشاء ابراهيموفيتش هيتحرموا من وجوده في الملاعب. نروح لفاصل ونرجع مع السبت يعني الحريف، السادسه النهارده هتقدم لكم حريف من الحريفه اللي تقدر تقول عليهم عمله نادره. مين هو؟ هنعرف تفاصيله ونستمتع باهم لقطاته واهدافه في السادسه مع حضراتكم طبعا بس بعد الفاصل. سبت الحريف عندنا النهارده الحقيقه واحد من النجوم من العيار الثقيل الحقيقه، بس قبل ما ندخل في حريف النهارده خلينا افكركم باخر حلقه سادسه وكان الحريف فيها واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا الراحل محمد عبد الوهاب، والحقيقه استمتعنا بلقطاته وطلبنا من حضراتكم تختاروا افضل هدف سجله محمد عبد الوهاب في مشواره مع النادي الاهلي. الحقيقه جمهور النادي الاهلي اختار طبعا مع كتير من الدعوات الحقيقه اللي نتمنى انه ربنا يتقبلها طبعا للراحل محمد عبد الوهاب، اختاروا هدفه في مرمى الكروم. تعالوا نفتكر الهدف مع حضراتكم ونرجع لكم مره ثانيه. محمد عبد الوهاب في المساحه الفاضيه عاوز يشوط وشاط والهدف الاول لنادي الاهلي بعد مضي 6 دقايق. عاوز يشوط وشاط، خلاص رجليه سلكت واصبح من اللعيبه لما يبطلوا نقدر نقول زي ما بنقول كده اهوت اللعيبه الشويطه زمان رفعت فناجيلي وعبد النصحي وطارق سليم واللعيبه القويه جدا ديت، نقدر نقول بعد عمر طويل محمد عبد الوهاب والنادي الاهلي يتقدم بعد 6 دقايق. شوف حضراتكم جامده ولا يقدر يعمل فيها حاجه، جامده قوي وخدت قشطه كده في الارض، محمد عوض ما يقدرش يعمل فيها حاجه ابدا. ومحمد عبد الوهاب اهو شوف حضراتكم جامده عملت قشطه في الارض جامده جدا محمد عبد الوهاب، والهدف الاول في المباراه لصالح النادي. معرفش ليه اي لعيب اشوى اللعب في النادي الاهلي كان واحده من اهم مهاراته قدره كبيره جدا على التصويب، ويمكن من حسن الحظ او بالصدفه الحقيقه معانا النهارده واحد من الحريفه برضو اللي كانت بتلعب برجلها الاثنين الحقيقه، لكن برضو كان في نفس مركز عبد الوهاب او عبد الوهاب هو اللي كان في نفس مركزه بحكم الاقدميه طبعا في النادي الاهلي. تعالوا نتعرف بعد الفاصل مين هو الحريف النهارده. تقدر تقول كده انه واحد من العملات النادره، وانت عايز ايه تاني؟ يعني دايما الحقيقه لعيبه الكوره لما بيبقوا متفوقين قوي او بيلمعوا في حته قوي بتلاقي عندهم في حته ثانيه متراجعه شويه، يعني لما تلاقي المهاره قوي ما تلاقيش مثلا القوه، ولما تلاقي المهاره والقوه ما تلاقيش السرعه، ولو لقيت القوه والسرعه ما تلاقيش المهاره. المثلث ده بالنسبه كمان للمدير الفني او الهيد كوتش دايما عمله نادره. النهارده تقدر تقول انه كابتن ربيع ياسين نجمنا النهارده في السادسه الحريف اللي هيكون موجود معانا، واتمنى الحقيقه مجهزين لكم مجموعه من اهم لقطات ربيع ياسين اللي صال وجال في الملاعب طبعا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر العمله النادره دي.
وكمان لما اقول لحضرتك انه لعيب عنده القدرات دي، عنده الرشاقه وعنده السرعه، سرعه ما شاء الله الحقيقه يعني، وعنده المهاره وعنده القوه، وكمان لما تيجي توظفه في الملعب تلاقيه بيديك هجوميا وبيديك دفاعيا بنفس المستوى، لا طبعا تبقى بالتاكيد عايز في الملعب 11 ربيع ياسين. باختصار شديد جدا، ربيع ياسين الحقيقه لعب اكتر من 13 سنه، يمكن 13 موسم في النادي الاهلي، وكان ليه طبعا انجازات كبيره مع منتخب مصر، يعني ما نقدرش ننسى طبعا مشاركته في كاس العالم الجيل الذهبي جيل 90، ما نقدرش طبعا ننسى بطوله امم افريقيا اللي حققتها مصر على ارضها هنا سنه 86، وكان يمكن كمان ليه دور مع منتخب مصر في الاولمبياد في 84. قبل ما نتكلم ونستمتع بلقطات ربيع ياسين، تعالوا نشوف ارقامه ومشواره مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. الجناح الطاير هو ده اللقب الانسب الحقيقه والامثل لما تيجي توصف موهبه بحجم وبقدر ربيع ياسين. حقيقه ربيع تالق في ناحيه او في مركز الباك الشمال للنادي الاهلي والمنتخب مصر، وكان الحقيقه مشواره حافل بالانجازات. لكن خليني اقول لحضراتكم في البدايه انه ربيع ياسين واحد من اللعيبه اللي قدموا مردود سابق عصره، يعني لما تشوفوا اللقطات دي طبعا انا هبتدي باهدافه. كان عنده قدره كبيره جدا على انه يفنش او يخلص الكوره برجليه الاثنين او بضربات راس او بتصويبات من بره الملعب زي الكوره دي، موجود في منطقه الجزاء، استغل الكوره عرضيه لعبها طبعا بلاتيني الكره المصريه علاء ميهوب، رجعت له او اتصلحت له، خلص الكوره بلمسه هداف. مش ممكن دي يعني اللي موجود في 6 يارد انه الكوره تجيله فيخلص بالشكل ده، ستايل هداف مش باك شمال. هتشوفوا كمان مجموعه من الاهداف اللي كان عنده قدره، وعلى الحقيقه كان بارع. دي تصويبه طبعا اختراق من ناحيه الشمال، وده جون طبيعي او تقليدي لاي باك شمال، انك انت تخترق رغم انه الزاويه الى حد كبير صعبه، لكن الحقيقه قدر يحطها بشكل اكتر من رائع. كره ضربه راس برده تحس انه من مواليد منطقه الجزاء زي ما بيقولوا، وكتير من الكور العرضيه كان دايما ربيع ياسين زي دي برده مره ثانيه كان دايما موجود داخل الصندوق، يعني ما بيكتفيش بان هو يبقى مستني الكرة تعدي للمكان الطبيعي اللي هو ممكن يكون موجود فيه، لكن الحقيقة كان عنده رغبة دايما انه يكون موجود جوه الصندوق. الجون ده واحد من اروع الاهداف اللي حطها ربيع ياسين في مشواره الحقيقة، واعتقد هيكون له حظ في اختيارات حضراتكم. دي تصويبة برده من بعيد جدا دانت مدفع الحقيقة، كانت رجله وخد بالك انه رغم انه باك شمال لكن هتلاقيه بيجيد اللعب برجليه الاثنين يمين او شمال، هتلاقي ربيع ياسين بيخلص بالاثنين. كمان واحده من ابرز مميزات كابتن ربيع ياسين حقيقه عرضيات، ودي يمكن اللي هنشوفها ونستمتع بيها مع حضراتكم بعد لحظات. واياك ثم اياك ثم اياك انك تسيب له المساحه. مجموعه سبرنتات الحقيقه هتشوفوها ربيع ياسين، طبعا دي مجموعه من المهارات، قدره على الاختراق والمراوغه، والحقيقه يمكن ده كنت بقول لحضراتكم اياك انك انت تسيب مساحه ربيع ياسين، يعني ارمي له الكوره في المساحه وهو بيخلص، ارمي له الكوره أو هو في أوقات كثيرة جدا كان بيزق الكرة لنفسه، وعنده قدرة الحقيقة على استخدام طبعا الطول مع السرعة. بص الكرة دي، بص سبرنت ده عامل إزاي، ده طبعا مباراة الإسماعيلي في استاد القاهرة، سبرنت أكتر من رائع وكرة أكتر من رائعة، وخلصت طبعا بأسيست وهدف. لقطة تانية برضو مع الإسماعيلي، بس دي في الإسماعيلية،
السرعة دايما يمكن بالنسبة للباكات أو اللعيبة اللي بتلعب على الخط بتبقى مشكلة في أنك أنت تعرف تفنش كويس سواء بتصويبة أو سواء بعرضية، لكن ده بالنسبة لربيع كابتن ربيع طبعا ما كانش مشكلة على الإطلاق، وعلى الرغم من أنه هو سريع جدا ودايما يعني عنده قدرة على أنه يتجاوز الخصوم بتاعته هنا واحد واثنين وثلاثة، قدرة على الاحتفاظ بالكرة. لكن كنت بقول لحضراتكم انه رغم ان هو الجزء او الناحيه الخاصه بانك انت تبقى سريع او تفتح سبرنتات في الملعب وتاخد الخط، والخط ده مشوار طويل بالنسبه للاعيب الكوره، دايما بتلاقي في النهايه انه الفينش ممكن يبقى فيه صعوبه، لكن ربيع الحقيقه كان عنده قدره شديده جدا على انه رغم باذل مجهود ومرقص لعيب واثنين ووصل للخط انه يلعب الكوره العرضيه بمنتهى الدقه سواء اوفر او كره ارضيه. طبعا مشاركته مع منتخب مصر ابرزها طبعا، وبالنسبه للجيل ده كله الحقيقه يعني احنا يمكن وانا بشوف ارقام كابتن ربيع الجيل ده جيل 90 ده ليه مكانه خاصه جدا في قلوب كل جماهير الكره في مصر، وخصوصا انه حتى مش بس تاهلهم لكاس العالم لكن مشاركتهم كمان مباراه العمر طبعا قدام هولندا اللي ما زال المصريين عايشين عليها بعد مرور 31 سنه، دي طبعا جزء من مهارات كابتن ربيع وقدرته على الاختراق كرة تانية. الحقيقة دايما المساحات كانت بتعمل الفارق لكابتن ربيع، ودايما الحقيقة زي ما قلت لكم يعني هنا عامل سبرنت أكتر من رائع، كرة في العرض طبعا كان هيبقى هدف عالمي، ده واحدة من ماتشاته طبعا مع منتخب مصر، المساحة دايما كانت بتعمل الفارق لكابتن ربيع. وهنا طبعا واحدة من كان بيلعب برضو زي ما قلت لحضراتكم باليمين زي الشمال، فكان وارد جدا أنه يلعب كباك يمين أو كجناح يمين مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر. والحقيقه زي ما قلت لكم كمان انك انت يكون عندك لعيب عنده قدره كبيره جدا على المراوغه، عنده سرعه تقدر تعمل لك الفارق، عنده القوه اللي تخليه يتعامل مع المهاجمين بحكم مركزه طبعا، لكن كمان كان متميز جدا الحقيقه كابتن ربيع في الناحيه الدفاعيه. طبعا انتوا بتشوفوا لقطات هنا بتقول لك قد ايه هو كان لعيب عصري، يعني السرعه مع القوه مع المهاره انه الثلاثه دول يكونوا موجودين في لعيب مصري الى حد كبير للاسف بتبقى نوعا ما عمله نادره. دي جزء طبعا من قدرته على المراوغه والاختراق ولعب العرضيات الناحيه الشمال دي، واستاد القاهره على وجه التحديد يشهد الحقيقه بصمات كابتن ربيع ياسين في الناحيه دي كانت اكتر من رائعه الحقيقه. القدره كمان على انه يخش، يمكن دايما الباكات بيبقوا ماسكين الخط لكن ربيع ياسين في كتير من اختراقاته الحقيقه كان دايما بيبقى عنده قدره انه يخش نص الملعب ويروغ مره واثنين وثلاثه، المساحات طبعا كانت بتبين قد ايه قدراته اكتر من رائعه، استلام مراوغه اكتر من رائعه، وهدف طبعا للنادي الاهلي. استثنائي الحقيقه، لعيب تقدر تقول عليه استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معاني، زق ورغم كده قادر يعمل كره في من على خط المرمى، وطبعا التعرض لعنف لكن قوته البدنيه كانت بتشفعل، يعني الحقيقه لعيب بنيانه او تكوينه الجسماني اكتر من قوي، ورغم كده انه ثلاث لاعبين ضاغطين عليه لكن مش قادرين يحصلوه، ورغم انه بيتعرض لعنف شديد جدا لكن ما بيوقعش وعنده القدره ان هو يكمل ويخلص الكره. سبرنتات بيجي بيبقى المدافع يمكن سابقه بمترين ثلاثه لكن عنده القدره انه يعوض ده بفارق السرعه عند كابتن ربيع. كعب اكتر من رائع طبعا، كره عرضيه هدف. طبعا الجيل ده طبعا جيل عظيم، انا بشوف دول عتاوله الاهلي، ربيع ياسين، مصطفى عبده، الخطيب، مجدي عبد الغني، علاء ميهوب، خالد جدالله يمكن دخل بعدهم طبعا، كابتن زكريا ناصف، كابتن عامر، كابتن مختار، طبعا مختار عتاولة النادي الأهلي، واحد من الأجيال. الجيل ده يمكن بالنسبة لي أنا شخصيا الجيل اللي حببني الحقيقة في كرة الأهلي، واحد من أسباب انتمائي للقلعة الحمراء كان الجيل الذهبي ده. طبعا دي قدرات ربيع الدفاعية بقى زي ما قلت لكم، إنه زي ما كان متميز جدا هجوميا لكن كان عنده قدرات دفاعية تحس إنه يعني مدافع من طراز تقيل جدا، صعب جدا إنك تتجاوزه، صعب جدا إنك أنت تخترق من الجبهة الشمال بتاعته، وحتى في بعض الأوقات حتى يمكن اللي حضراتكم شايفينها اللقطات دي ماتشات دولية، أغلبها ماتشات دولية، وفي الثمانينيات الفترة اللي لعب فيها كابتن ربيع يمكن كانت طبعا المواجهات الأبرز للأهلي في الفترة دي المواجهات الأفريقية، كانت الكرة الأفريقية معروفة بالعنف الشديد جدا، لكن الحقيقة كان عنده قدرة جدا على التعامل مع العنف الأفريقي، وزي ما قلت لكم طبعا ده رود خوليت طبعا، دي مصر هولندا كأس العالم 90،
واحد طبعا راد خوليت في التوقيت ده كان واحد من اهم واخطر لعيبه العالم كلها. ماتش الجزائر طبعا الماتش اللي تاهلنا فيه 1-0 بهدف حسام حسن في استاد القاهره، ده بطوله 86 هنا اتلعبت في مصر، واعتقد ده واحد من ماتشاتها البطوله اللي فازت بيها مصر هنا على ارضها 86، كانت ثلاث بطولات. واحد من اساطير الكره المصريه الحقيقه كابتن ربيع، ويظل واحد من اهم الباكات الشمال اللي جم في تاريخ وفي ملاعب مصر على مدار اجيال كتيره جدا. طيب عرضنا لحضراتكم مجموعه من اجمل اهداف، هتلاقي فيها تنوع، هتلاقي فيها اختراقات، هتلاقي فيها ضربات راسيه، هتلاقي فيها تسديدات من خارج المنطقه، وكلها الحقيقه اهداف جميله جدا. هطلب منكم طبعا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، تختاروا افضل هدف لنجم حلقتنا النهارده حريف النادي الاهلي اللي كان موجود معانا في السادسه، الخلوق الحقيقه المحترم. وخليني قبل ما اختم اقول انه زي الحقيقه ما كان سيرته طيبه جدا وكان واحد من اهم اللعيبه في الملاعب المصريه، ظل الحقيقه ظلت سيرته العطره وظلت اخلاقه العاليه وظل مستواه المتميز جدا كواحد من، انا بشوف كابتن ربيع من اهم الاسماء كمدير فني لفترات طويله جدا، واتمنى ليه الحقيقه دايما استمرار مسيرته الناجحه. ده كان حريف النهارده في السادسه، كابتن ربيع ياسين. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه. مفيش شك انه المصريين محتاجين يطمنوا قوي على منتخبهم، وطبيعي طبعا حاله الجدل اللي حصلت الساعات الاخيره دي نتيجه استبعاد مجموعه من اهم اللعيب. انا بتكلم على مش بس على شريف وقفشه، لكن بتكلم كمان على مصطفى فتحي، بتكلم على مهند لاشين، بتكلم على احمد سمير، بتكلم على اسماء كان ممكن جدا وجودها يبقى مفيد، خصوصا يمكن اللي خلى الناس تقلق اكتر او تستغرب اكتر انه تم ضم بعض الاسماء اللي بعيده، سواء محترفين في الخارج او حتى لعيبه محليين كانت بعيده شويه عن مستواها في الفتره الاخيره، وبالتالي كانت علامه الاستفهام اكبر وكانت مسار قلق كبير جدا للمصريين. هنتكلم على منتخب مصر، وهكلم حضراتكم النهارده الحقيقه كمان على دوري الظل زي ما بيقولوا، وان كنت بشوف الحقيقه انه منجم ذهب، وبشوف الدوري ده من الممكن انه يحل واحده من ازمات الكره المصريه اللي ظهرت في الفتره الاخيره، انه الاسعار الفلكيه وانه لعيبه الوجوه المكرره اللي بقينا بنشوفها بتتحرك من فريق لفريق، وفي النهايه المردود العام مش احسن حاجه في الدنيا. هكلم حضراتكم على شكل مسابقه اللي انطلقت بالفعل من يوم الخميس اللي فات، وهنتكلم على الدوري الدرجه الثانيه ازاي من الممكن يكون داعم للكره المصريه وكمان لفرق الدوري الممتاز. بشرفنا النهارده كابتن ايهاب المصري. مساء الخير يا كابتن ايهاب. مساء النور. مساء النور، وطبعا سعيد جدا بتواجدي مع حضرتك كده، دايما كده منور ومتالق وتالق ونجاح ان شاء الله. بشكرك كابتن ايهاب. خليني اقول لحضراتكم كمان على صفحاتنا على السوشيال ميديا، سواء فيما يتعلق بمنتخب مصر اللي هنبتدي بالكلام عليه طبعا، او فيما يتعلق بدوري الدرجه الثانيه، اي سؤال تحبوا توجهوه لكابتن ايهاب المصري سعداء باستقبال اسئلتكم طبعا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام. وانا كنت مبتدي الحلقه النهارده كابتن ايهاب بسؤال للناس، يعني حابب طبعا انت اكيد متابع حاله الجدل والاستغراب نتيجه استبعاد بعض الاسماء من منتخب مصر، فكنت بسال النهارده احنا عندنا ماتشين في منتهى الاهميه، الحساب النقاط فيهم ما يقبلش الاسم على اثنين، سالنا الناس رايكم ايه في الشكل الهجومي لمنتخب مصر. قبل ما اسمع رايك تعالى ناخد كده نسمع راي الناس قبل ما ندخل في المنتخب على طول ونتكلم. عندنا مثلا محمد بدر بيقول مصطفى محمد بس هو اللي هيبقى مفيد، لكن كوكا ملوش بصمات مع المنتخب. عندنا نادر مسعد المنتخب مش هيبقى في حالته بعد خروج قفشه وشريف. شريف محمد بيقول اخطا كيروش في عدم الاستعانه بشريف، لكن اعتقد انه مدرب يميل للاعتماد على المحترفين، وافتكر انه اعتمد على مرموش مصطفى محمد في الماتشين مع تواجد كوكا كبديل لدقائق اذا احتاجه. انا طبعا يعني مش مختلف. طب خلينا نكمل. محمود ابراهيم حاطط التشكيل اعتقد، وشايف ان كوكا هيكون الامثل انه يشغل مركز راس الحربه بشكل صريح. الشناوي، اكرم حجازي، الونش، فتوح، حامد السليه، صلاح، السعيد، زيزو، ومعاهم كوكا. فادي محمد اتوقع انه الشكل الهجومي هيبقى ضعيف بعد استبعاد قفشه ومنتخب غير قادر على التسجيل، وتحياتي ليك. ده جزء طبعا من كل معانا، محمد هاني، الشناوي، اكرم حجازي، الونش، فتوح، طارق السوليه، عبد الله السعيد، صلاح وزيزو،
ومش لازم مهاجم ماشي انت على اساس ان احنا نلعب ماتشات دفاعيه. مصطفى محمد طبعا محمد بدر ده اللي احنا قلناه من شويه، مصطفى محمد هو اللي هيبقى مفيد. وعلى الرغم ان مصطفى محمد مهاجم يتمتع بامكانيات جيده، لكن مصطفى محمد بعيد تماما عن مستواه يا كابتن ايهاب الفتره الاخيره. جاوبني على نفس السؤال اللي سالته الناس، شايف ازاي الشكل الهجومي لمنتخب مصر في ماتشين بتوع ليبيا؟ طبعا احنا ماتشين مهمين جدا، ماتشين مصريين جدا بالنسبه لمنتخب مصر وبالنسبه لينا كجمهور الكره المصريه. نتمنى طبعا المنتخب يطلع بنتيجه ايجابيه تحقق له صداره المجموعه وتحقق له الوصول للمرحله اللي بعد كده. الفتره اللي فاتت كان في تراجع، يعني خلينا نتكلم شويه عن حاله الجدل اللي حصلت من امبارح بعد اعلان القائمه النهائيه لمباراتين ليبيا باستبعاد قفشه ومحمد شريف ومصطفى فتحي واحمد سمير. طبعا خلينا نتكلم ان القرار الاغرب او اللي كان عامل جدل كبير جدا هو استبعاد قفشه ومحمد شريف. واحد هداف الدوري الموسم اللي فات او الموسم اللي هو خلص من شهر بالظبط، وواحد يعني احسن لاعب في الدوري الموسم اللي فات. قفشه ومحمد شريف الفتره اللي فاتت حتى مع المنتخب بيأدوا بشكل كويس، بيأدوا بشكل كويس جدا، ليهم دور. قفشه مش هنقول يعني ماتش انجولا هو اللي احرز الهدف والكلام ده، لكن هو اللي بيعمل شكل هجومي، كان بيعمل شكل هجومي للمنتخب الفتره الاخيره، حتى وان كان الناس بتقول ما لناش شكل، بس هو الوحيد اللي كان بيحاول في الناحيه الهجوميه لمنتخب مصر. كان قفشه دوره مهم جدا مع المنتخب، دوره مهم جدا مع النادي الاهلي. ممكن يكون في الفتره الاخيره يعني طبيعي في حاله اجهاد، في شويه المستوى ممكن يكون بعيد شويه مش هو قفشه اللي احنا عارفينه، مش هو شريف. بس لو جينا نقارن الناس اللي مثلا موجوده في نفس الاماكن او اللي تم اختيارها، يعني اعتقد ما كانش في تالق ملفت او لافت للنظر الفتره الاخيره. عندي اتنين بقيمه محمد شريف وقفشه ما ينفعش استبعدهم، مش ما ينفعش استبعدهم لحاجه يعني الاسباب غير منطقيه، لا هو انت مش هتعتمد عليهم، هتعتمد على عناصر ثانيه. هو السبب الوحيد المنطقي من وجهه نظري اللي قلت في ده انه بداعي الاصابه، والاثنين اللي انا اعرفهم في حدود معلوماتي الاثنين جاهزين وغير مصابين. طبعا ليه كل الدعم وليه كل الحريه الراجل يختار ويختار اللي هو شايفه اصح وانسب للمنتخب، لكن الاثنين لو انت مش هتعتمد عليهم بشكل اساسي لازم يكونوا متواجدين في ال 18 في السكور بتاعك، لان انت هتحتاج محمد شريف في وقت من الاوقات، هتحتاج قفشه في وقت من الاوقات، فالاثنين لا غنى عنهم في في في, في يعني في, في قوام منتخب مصر. ممكن ما تعتمدش عليهم بشكل اساسي من ال 11 اللي انت هتبدا بيهم اللقاء او تعمل حسابك عليهم، لكن تواجدهم لازم يكون يعني بشكل ضروري بعيدا عن اي انتماءات. خلي بالك احنا بنتكلم لمصلحه منتخب مصر. بالظبط. مصطفى فتحي يعني التقييم بتاع مصطفى فتحي مثلا جه من لقاء ليبيريا مع يعني اعتقد برضو هيبقى من الظلم اللي انا احكم على مصطفى فتحي في مباراه ليبيريا، لان ما كانش الشكل العام لمصر او لمنتخب مصر في ليبيريا، كان كل اللعيبه في حالتها او في المستوى الفني العالي جدا. ولو قياسا زي ما انت بتقول كده، طب ما يبقى من الاولى ان انا اخد شريف معايا اللي حط الهدفين بتوع المنتخب في نفس المباراه. حتى الراجل في ناس تقول لك طب الجونين سهلين، او هو متواجد، هو الراجل فرود اتحسب له اللي هو اللي جاب الهدفين، لكن هو مهاجم منتخب مصر الفتره الاخيره، هو راجل هداف الدوري، حتى لو بيقابله سوء توفيق الفتره الاخيره لا استحمل واصبر عليه واكون متواجد، لان هو ورقه رابحه. اول ما استقبلت الخبر يعني ايه اللي انت فكرت فيه يا كابتن ايهاب؟ يمكن انا كنا راجعين، كنت انا وبعض الزملاء في الاعلام برضو شغالين، كان في حاله استغراب شديده، في حاله اندهاش. طب يعني مصابين؟ قعدنا نسال بعض، هم مصابين؟ لا ما فيش اي حاله، يعني ما فيش اي اصابه، فالاثنين في حاله جيده. ف ايه ليه انت كمستر كيروش او طبعا كابتن وائل جمعه او اي حد مسؤول في منتخب مصر يطلع يوضح اسباب استبعاد محمد شريف وقفشه من المنتخب في الفتره دي؟ ايه السبب؟ هل اللي بيطلع دلوقتي في اجتهادات بتطلع اللي هم عملوا قياسات بدنيه وشايفين اللي هم الاثنين مجهدين بشكل كبير جدا؟ طب ما السوليه لعب برده مضغوط الفتره اللي فاتت ومجهد، حمدي فتحي، في ناس كثيره جدا. برضه هنرجع، طب انت كراجل مدير فني منتخب مصر انت بتقول انا شفت مثلا، ممكن يقول يعني انا شفت الاثنين مش هيفيدوني الفتره الجايه، هو شاف منين احمد فتحي وياسر ابراهيم مثلا هم اللي هيفيدوه الفتره الجايه؟ الاثنين اللي هو ضمهم للقائمه النهائيه اللي هتلعب ماتش ليبيا. لا وهو كمان يمكن علامه استفهام غير الاسماء مرتبطه بالمراكز. لا يعني انا مش أنا انت طلعت اربع اوراق ممكن تمثل لك حلول مهمه جدا في مباراتين صعبين جدا. المباراه اللي هنا على الاقل انت محتاج هجوميا، محتاج هجوميا يبقى ليك شكل وتواجد اكتر من كده، يعني محتاج في اوقات ممكن في ماتش ليبيا اللي هنا مثلا ممكن يعني الهدف يتاخر،
تبقى محتاج أو تعمل ليبيا تسجل هدف او ليبيا لا قدر الله يعني. لا قدر الله طبعا لا قدر الله ما نتمناش كده طبعا، لكن ممكن يعني نتيجه المباراه تتاخر شويه، فتبقى محتاج تدعم وتعمل كثافه هجوميه وزياده هجوميه. محمد شريف رجله في الملعب، كوكا طبعا فرد محترم وبيأدي بشكل كويس في فتره احترافه، لكن كوكا مع الجمهور المصري ولما بيرجع مع منتخب مصر ما بيعملش المردود الكويس اللي بيخلي الجمهور المصري في حاله قلق كبيره جدا من تواجد كوكا. مصطفى محمد طبعا من الفروده المحترمه جدا، لكن برضه بيمر بفتره انعدام ثقه، حاله يعني انخفاض شديد في المستوى الفتره الاخيره، ما يعني فتح تريم ما بيعتمدش عليه بشكل كبير جدا. اخر مباراه لعبها دقيقه، شارك دقيقه لمده فانا بقول فانت الوحيد اللي عندك رجله في الملعب ومتواجد بشكل كبير جدا وراجل هداف النادي الاهلي وهداف منتخب مصر هو محمد شريف الفتره الاخيره، فهتحكم عليه مثلا ماتش ليبيريا مع يعني حتى لو هو في سوء حالته او مش موفق في اليوم ده في بعض الكور او بعض القرارات يعني حتى وجود الاسمين دول على الدكه، يعني انت النهارده بتلعب بعبد الله، يعني متفقين عبد الله سعيد خبره وعنده امكانيات ولاعيب عنده الامكانيات، رغم انه في ناس كتير متحفظه على عبد الله 90 دقيقه، يعني بتشوف انه في اوقات هتحتاج هتحتاج ممكن تحتاج لا قدر الله لا قدر الله في المعسكر او اثناء المباراه الاولى مثلا لا قدر الله في حاله اصابه عبد الله السعيد، ليه قفشه ما يكونش موجود ورقه تانية مهمه جدا؟ واقول لحضرتك حاجه، في اوقات انت بعيد عن قفشه وعبد الله سعيد كمان كمحمد شريف، انت ممكن تحتاج محمد شريف في ماتش ليبيا لو يعني هناك كمان ان شاء الله، لان محمد شريف عنده سرعات، فانت لو هتلعب في ليبيا زون ديفنس او دفاع منطقه هيجي هتبقى انت في مساحات كتيره في خط ظهر ليبيا، فتحتاج سرعات محمد شريف، مش هتحتاج المهاجم المحطه اللي هيتلعب عليه الكوره ويطلع بيه. ما حدش فاهم حاجه، بس خلينا نكمل كلامنا مع كابتن ايهاب في السادسه، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. خليني بس عشان احط الامور في نصابها الصحيح، يعني اكيد طبعا ما فيش حد مصري ما نفسوش يشوف المنتخب في كاس العالم، والفكره مش انك انت تنتقد لمجرد الانتقاد، انا بتكلم على كلام شغل مصر كلها ومصر كلها بتتكلم فيه في الساعات الاخيره دي، ولما اتكلمت حتى ما اتكلمتش على لعيبه الاهلي بس، انا اتكلمت حتى على اللعيبه اللي كنت شايف او الجمهور شايف، مش دي مش وجهه نظري بس الشخصيه، ويمكن حتى كابتن ايهاب المصري كان بيتكلم على لعيب زي مصطفى فتحي زي احمد سمير، عاملين موسم كويس جدا ويستحقوا، مش بس يستحقوا يبقوا موجودين منتخب، هي مش قصه انك انت مستحق تبقى موجود منتخب ولا، لكن الاهم ممكن يبقى ليك بصمه وتاثير في ماتشين في منتهى الصعوبه، موقفنا مش لطيف، يعني انت النهارده لو متصدر المجموعه او المنافسه على صداره المجموعه محسومه ما كانش هيبقى فيه رد الفعل ده، لكن المستوى اللي قدمه المنتخب في الفتره الاخيره، الترتيب او موقف مصر في وترتيبها في المجموعه هو اللي عامل حاله القلق، وهو اللي كبر كره الثلج واللي خلى المصريين يبقوا قلقانين جدا على ماتشين ليبيا. نتمنى التوفيق، ما نقدرش نقول حاجه ثانيه، نتمنى التوفيق، والراجل في النهايه مسؤول عن قراراته، بس يعني الجمهور بيحسبها كده، مش عايزين الراجل يجي يضيع علينا فرصه التاهل وننهي التعاقد وخد الشرط الجزائي وسلام عليكم وعليكم السلام وقصه وانتهت، بس هي دي قصه واولها واخرها. مره ثانيه برحب بيك كابتن ايهاب، هقفل صفحه المنتخب دلوقتي واروح معاك لدوري الدرجه الثانيه، يمكن دوري الظل زي ما بيسموه، على الرغم من انه ممكن تبقى في متعه منافسه، يعني دايما جزء من حلاوه الكوره ان يبقى في منافسه وصراع حتى اللحظات الاخيره، واعتقد ده بيبقى دايما موجود في دوري الدرجه الثانيه، وحصل المواسم الاخيره لغايه يمكن صفاره النهايه ما بتبقاش عارف مين فين ومين هيطلع ومين هيكمل والى اخره، ده يمكن موجود في الدوري. ندي فكره بس الاول على تقسيمت، ليه نظام مختلف طبعا عن الدوري الممتاز. طبعا هو بينقسم ثلاث مجموعات، مجموعه بحري ومجموعه القاهره والقناه ومجموعه الصعيد. أيوه. كل مجموعه 16 فريق بيصعد منها اول المجموعه مباشره للدوري الممتاز. بتتلعب الماتشات طبعا على ايام خميس جمعه وسبت، الخميس مجموعه بحري، الجمعه مجموعه القاهره والقناه، السبت مجموعه الصعيد. مسابقه ممتعه جدا، لازم الناس كلها تتابعها، فيها مواهب كتيره جدا زي ما حضرتك قلت، ممكن تلاقي فيها حلول كتيره جدا لموضوع الفلوس والاسعار العاليه المبالغ فيها اللي بنشوفها الفتره اللي فاتت، في مواهب كتيره جدا تستحق المتابعه وتستحق المشاهده في وعلى مدار التاريخ في كتير من اللعيبه اللي طلعت من الدرجه الثانيه. يعني لعيبه الكوره، في لعيبه كتيره جدا بقوا نجوم لمنتخب مصر ونجوم الكوره المصريه طلعوا من الدرجه الثانيه، من الدرجه الثانيه وكان ليهم صولات وجولات في الممتاز به او الدرجه الثانيه زمان زي ما كان بنقول، لكن في لعيبه كتير جدا تستحق الموسم
يعني الموسم السابقه كانت بتحسم لحد اخر مباراه واخر صفاره للحكم، وكانت منافسه شديده جدا. السنه دي الامور اصعب بكتير كمان من الموسم اللي فات او الموسم السابقه، في منافسه شديده جدا بالاخص كمان مجموعه القاهره والقناه، مجموعه زي ما نقول ضرب نار، مجموعه ناريه جدا جدا جدا، تحتوي على العديد من الفرق اللي شاركت في الدوري الممتاز. احنا بنتكلم على دجله، الانتاج الحربي، الداخليه، سكه الحديد، منتخب السويس، ترسانه طبعا بتاريخ كبير، بتروجيت، القناه، لا يعني هتلاقي فرق كبيره جدا ما تتوقعش مين هيصعد. يعني تقعد تتفرج مثلا، والله في اسماء من اللي انت قلتها، وبالاضافه طبعا لمجموع البحري والصعيد، اكيد طبعا في الحرس، في الرجاء، في البحري، في اسوان وسوهاج والمنيا، في الصعيد، يعني في فرق كبيره جدا جدا. يعني لما نتكلم عليها ونستعرض اسامي الفرق، لا هتلاقي حضرتك في فرق كبيره جدا وليها باع كبير جدا في الصعيد، وجزء منها نقدر نقول يعني جزء كبير مرتبط بالمسابقه دي، مرتبط بانديه جماهيريه وانديه ليها ظهير جماهيري. يعني كتير. دي مشكله طبعا، يعني مشكله مش عارف ايه الحل فيها، ايه ان ازاي دايما الكره ومتعتها تبقى مرتبطه بان كل فريق يبقى ليه ظهير جماهيري. الترسانه في يوم من الايام، والترسانه بطل الترسانة، يعني الترسانه ليه جماهير في القاهره، منتخب السويس وراه جمهور كبير جدا، السويس، المنصوره، الاولمبي، وغيرهم، يعني عشان ما ننساش حد، في كتير، في كفر الشيخ، في كان طنطا طبعا قبل هبوطه، في كتير، في المنيا، في اسوان، في سوهاج طبعا، في الفيوم عنده في كتير، في انديه كتير عندها جماهيريه كبير جدا وظهير جماهيري كبير جدا. الانديه الجماهيريه بتعاني في الممتاز به، او هي في الدوري الممتاز بتعاني، فما بال حضرتك بالممتاز به، بالدرجه الادنى مفيش سيوله ماديه، حتى اللي بيحاول ينافس تحت بتكون انديه الشركات، وهي اللي صعدت الموسم اللي فات، الثلاثه اللي طلعوا من ثلاث مجموعات، ثلاث انديه شركات اللي كان معاهم الامكانيه اللي هو يقدر يكمل لحد اخر الموسم. دي الميزه دي ممكن تكون متواجده السنه دي في مجموعه القاهره شويه. الانديه كلها ماديا تقدر في مجموعه القاهره، مجموعه الصعيد برضو الانديه الجماهيريه عامله تدعيمات كويسه، لكن هل بقى هتقدر تكمل بالدعم المادي والدعم والاستقرار الاداري هيكمل لحد اخر الموسم؟ سياسه النفس الطويل هتكون موجوده عند الانديه الجماهيريه، وسياسه الدعم المادي والاداري والجماهيري هيبقى موجود لحد اخر الموسم؟ ده اللي بيفتقده الانديه الجماهيريه في الممتاز به، بيفتقده بشكل كبير جدا، عكس انديه الشركات او المؤسسات بيبقى ليهم كل الصلاحيات وليهم كل الدعم سواء مادي او اداري او فني من مجلس الاداره، بيعزل نفسه تماما، بيبقى في ناس مختصه بالكره هي اللي بتناقش الامور دي، عكس الانديه الشعبيه بيبقى في تدخلات كتيره جدا برضو من مجالس الادارات، بيبقى في يعني دخول في تفاصيل ما ينفعش راجل اداري يتدخل فيها، لازم الكوره للناس اللي هي متخصصه في الامور الفنيه وامور الكوره. ده اللي موجود في الانديه اللي ليها اللي هي معاها فلوس، اللي هي الشركات او المؤسسات، بتحاول تركز في كده، تحاول يبقى ليها ناس متخصصه في الكوره هم ليهم بس اللي هم يدعموا اداريا وماديا فقط. فده ان شاء الله السنه دي نشوف عكس كده، نشوف الانديه الجماهيريه بتتالق من اول وجديد، نشوف الانديه الجماهيريه وعوده ليها بشكل كبير جدا. نتمنى طبعا حضور الجماهير بشكل مكثف للماتشات الممتازه به، في متعه واثاره، يعني حضرتك هتشوف النتائج امبارح مثلا الداخليه وبتروجيت، ماتش كبير، ماتش دوري ممتاز، يخلص 4-3 للداخليه فماتش كان فيه كوره، فيه اهداف كويسه، مديرين فنيين على مستوى عالي ليهم خبرات كبيره في الدوري الممتاز قبل كده، اسامي كبيره، فلا في ماتشات تستحق المشاهده، في ماتشات تستحق المتابعه من جماهير الكره المصريه. وطبعا بشكركم هنا في قناه النادي الاهلي طبعا، اللي انتم القيتوا الضوء على المظاليم زي ما بنقولوا، لان في لعيبه بجد تستحق ان هي يعني طيب. نبرزها للدوري. هي البطوله انطلقت بالفعل يوم الخميس، كان اول اسبوع، خميس وجمعه السبت كان اول اسبوع. طب تيجي نشوف النتائج ونستعرضها مع الكابتن ايهاب. اتفضل. طيب هنبتدي مجموعه القاهره. دي مجموعه القاهره، الترسانه مع الترسانه كان بيلعب بورتو السويس في الترسانه، تقدم الترسانه، كان كسبان 1-0 وبعد كده وبيحتفلوا بالمئويه، وكان يعني كانوا عاملين شكل كويس قوي بصراحه امبارح برضو على السوشيال ميديا عندهم، لكن للاسف الترسانه في دقيقتين تعادل بورتو وكسب 2-1. صحيح. بعد كده السويس وزد بيعمل نتيجه كبيره في السويس، وده ماتش من الماتشات الصعبه، السويس في السويس. زد طبعا برده من الفرق اللي السويس طول عمرها على فكره، يعني السويس في السويس ده احنا كاهلاويه
كنا دايما نبقى شايلين ماتش يعني هام الماتش ده، ماتش صعب وماتش ماتش صعب وماتش كبير. ف السويسه دايما على ملعبهم بجد، وعاملين السنه دي برده تدعيمات كويسه وعاملين صفقات محترمه، بيلعب زد اف سي برده، زد عامل تدعيمات كويسه بشغل كويس جدا، فقدر يكسب 1-0 وده من الماتشات المهمه. بورفؤاد طبعا الوافد الجديد والصاعد من الدرجه الثالثه عمل ماتش برده كويس امبارح مع السكه الحديد، وقدر يتعادل السكه يتعادل مع بورفؤاد لان بورفؤاد كان هو المتقدم 1-0. بعد كده الاتصالات والانتاج، الماتش اللي كان مذاع امبارح، والاتصالات عامل برده فرقه كويسه جدا، صاعد من الدرجه الثالثه وعمل شغل كبير جدا، ومعاه مجلس اداره محترم، وعنده عامل صفقات، ومعاه جهاز فني محترم. كابتن هشام زكريا هو اللي مع هشام زكريا مع الاتصالات، وكابتن احمد كشري مع الانتاج، عامل فرقه كبيره جدا كابتن كشري. ومن الصفقات المهمه اللي عملتها فرقه الانتاج هي الحفاظ على كابتن احمد كشري، لان كابتن احمد كشري يعني عنده خلفيه عن الفرقه وعارف ايه اللي محتاجه. في عناصر كتيره طبعا كانت هتسيبه او سابته بعد الهبوط. هو كابتن احمد كشري نور قوي تجربته مع اسوان، حطيته كده تحت دائره الضوء زي ما بيقول، ويستحق التواجد في الدوري الممتاز بصراحه بالاداء اللي انا بشوفه له. فعمل فرقه محترمه، وامبارح اتعادل في اخر دقائق اللقاء. طبعا الماتش اللي كان قوي جدا امبارح الداخليه وبتروجيت وسبع اهداف، بيقولوا لي ده كان مباراه ممتعه جدا جدا جدا. مباراه دوري ممتاز الداخليه وبتروجيت، لو يعني ما تتوقعش الفرقتين بيلعبوا ممتاز بيه. انت بص اسامي المجموعه او اسامي الفرق اللي في مجموعه، يعني حرام يلعبوا ممتاز بيه. طبعا وادي دجله بتدعيماته الكبيره والحفاظ على جزء من قوام الفريق الموسم اللي فات، او عمل تدعيمات كبيره برضو الفتره دي، ورجع لعيبه كانت زي شبيطه زي ستانلي. أيوة. رجع مصطفى طلعت، رجع لعيبه وعناصر كتيره جدا، قدر يفوز على بنها الصاعد حديثا من القسم الثالث بنتيجه 4-1. وكان في مباراه كمان النهارده كانت ما بين بلبيس من المجموعه دي، بلبيس والمريخ، والنتيجه النهارده كانت 2-2 بلبيس والمريخ. طيب نروح لمجموعه بحري، دي الجوله الاولى برضو في مجموعه بحري. دي الجوله الاولى في مجموعه بحري. هي خليه بس قبل ما اروح للسكور، مجموعه القاهره يعني تقدر تقول من الصعب التكهن بالفريق لا ما هو حضرتك تعالى شوف معايا دلوقتي. نتكلم اتصالات وانتاج مثلا، فئتين كبار جدا. أي. عاملين تدعيمات، عندهم استقرار مادي وفني واداري وكل حاجه. الاثنين عندهم يعني عندهم كل الامور متاحه لعوامل النجاح. ترسانه وبورتو، ترسانه وبورتو الاثنين برده عندهم استقرار مادي وفني واداري. القناه والنصر اقول برده، القناه والنصر مؤجل. يعني في ماتشات ما اتلعبتش في الجوله الاولى. القناه والنصر عشان النصر عنده مشكله في القيد اللاعبين، وتم ترحيل اللقاء، هيتلعب فيما بعد الحل مشكله القيد بتاعه نادي النصر. بس برضو الفرقتين عندهم خبرات كبيره في الدوري الممتاز، وفرقتين برضو ده والقناه ماديا يعني انا بتكلم مع حضرتك ليه ماديا؟ لان هي الماده دلوقتي اللي بتتحكم في كل شيء. فالاثنين عندهم استقرار مادي واداري، فالاثنين اللي عنده الاستقرار المادي والاداري هو اللي هيبقى عنده السياسه النفس الطويل اللي يقدر ينافس على البطوله. فكل معظم الفرق اللي موجوده عندها يعني مجموعه القاهره تقدر تقول كده ان موسم ساخن، يعني موسم ساخن جدا جدا جدا، وده باين يعني ده واضح جدا كده. مجموعه بحري طبعا نروح بحري بقى. بحري ايه، في منصوره، في المنصوره الاولمبي والبلديه المحله طبعا، كانت بدايه ناريه للفرقتين، ماتش كبير، ماتش قمه. الفرقتين عندهم جماهير كبيره جدا بيحلموا الاثنين الحقيقه، اولمبي وبلديه البلديه عنده تاريخ كبير، والاولمبي طبعا تاريخ كبير وعنده نجوم كبيره. الاولمبي بقياده الكابتن احمد ساري قدر يخطف اللقاء في اخر 5 دقائق بالفوز على بلدية المحلة بقيادة كابتن حسن موسى. فكان ماتش كان برضو كان فيه نديه كبيرة جدا، وقدر الأولمبي يخطف اللقاء. بعد كده الزرقاء ودمنهور أعتقد كان لقاء فيه برضو يعني فيه ندية وجدية شوية، كان في ملعب الزرقاء خلص 0-0. بعد كده ديكيرنس، واضح ان المنصوره بتعاني. ديكيرنس هي من البدايه واضح اللي كان فيه مشاكل اصلا في التدعيمات، عمل 6 صفقات ما كانتش تدعيمات بالشكل الكافي. المنصوره وعنده مشاكل في انتخابات طبعا، وداخلين على انتخابات. المنصوره ده في فتره من الفترات كان بعبع، كان في يعني كابتن ايمن محب هداف الدوري الممتاز، سامر عبد الحميد طبعا مع حفظ الالقاب، وليد صلاح عبد اللطيف، عماد سلامه، عز الرجال، كان في لعيبه كان في لعيبه كبيره جدا، وكان جيل محترم جدا جدا. نتمنى طبعا المنصوره. ديكيرنس قدر يفوز على المنصوره على ملعبها برده مباراه. لا ده ديكيرنس في الكيرنس،
لا انا بتكلم عن منصوره زمان لما كان الماتش كان صعب جدا لما كان تلعب مع منصوره على ملعبها ده وسط جماهيرها كان ماتشات من الماتشات اللي الواحد كان بيحب يتفرج عليها كان في نديه كبيره وحماس ومن الفرق اللي كورتها ممتعه يعني في فرق تبقى ماتشها صعب بس ما بتلعبكش كوره بلغه الكوره رخمه بس رخمة في الملعب بس. لكن دي كان لكن عندهم منصوره كانت بتلعب كوره حلوه ياسر ريان طالع من المنصوره صح كابتن ياسر ريان كان في كابتن ياسر الكناني عماد سلامه كان في تحسين عماد تحسين او كابتن ياسر تحسين كابتن ياسر تحسين كان في لعيبه كبيره كابتن ايمن محب فكان في لعيبه كتيره جدا ديكيرنس بقياده الكابتن حسام عبد العال طبعا اللي هو اولى سنين التدريبيه كمدير فني راجل مدير فني محترم مدير فني شاب قدر يفوز 3-0 حسام اللي كان بيلعب في المحله هو حسام عبد العال اللي هو كان ناشئين النادي الاهلي ايوه كابتن حسام عبد العال ومحله وزمالك والشباب السعودي كان من اللعيبه المحترمه برده انا كنت بحب ستايله في الملعب بصراحه فهو كان اول سنه ليه مدير فني وعامل فرقه محترمه وقدر يفوز على فريق كبير زي المنصوره واعتقد هيبقى يعني منافس قوي على الصعود للممتاز ان شاء الله باذن الله. طيب بعد ديكيرنس والمنصوره في عندنا الصيد بالمحله الصيد المحله الصاعد حديثا والحمام كان الصيد بيلعب في كفر الشيخ لان لانشغال ملعب البلديه بالانتخابات فالصيد صاعد حديثا بيلعب الحمام كان الحمام متقدم والصيد اتعادل معاه في الشوط الثاني ماتش متكافئ بين الفرقتين ابو قير الاسمده وبايونيرز طبعا بايونيرز برده من الفرق الصاعده للدوري الممتاز به عمل تدعيمات في الاخر حسام باولو ده ايه ده نادي كان شيكو كان اسمه شيكو بعد كده بايونيرز بقياده الكابتن مصطفى مرعي المهاجم السابق طبعا تجربه استثماريه يعني تجربه استثماريه بايونيرز الصاعد ضم في اخر ايامه حسام باولو ووليد حسن لعيبه عندها خبرات ولعيبه كبيره بيلعب ابو قير الاسمده فرقه محترمه فرقه برده من انديه الشركات اللي عندها دعم دايما واستقرار مادي وفني بقياده النجم الكبير كابتن احمد الكاس المصري بالسلوم احد الانديه الصاعده طبعا تعادل مع كفر الشيخ 1-1 برده تجربه استثماريه في المصري بالسلوم قياده فنيه الكابتن رضا الفداوي كان بيلعب كفر الشيخ وكان برده متاخر بهدف وقدر يرجع للقاء بعد كده اخر لقاء اللي هو سبورتنج والمجد المجد السكندري في سبورتنج الماتش اللي عمل مشكله الماتش يعني برده هنقول نقلا عن يعني الصحفي مهتم بالممتاز به هيثم حبيب ان في مشكله ان في لعيب في سبورتنج لعب المباراه وكان عنده 3 انذارات من الموسم اللي فات دي لسه هنشوف بس ده الخبر لسه نازل من شويه ان اللاعب بيقول كمان ان اللاعب ده سجل هدف من سجل هدف في اللقاء فهو ده اللي كان عليه مشكله يعني هنشوف بس سبورتنج قدم مباراه كبيره المجد عنده مدرب لسه شاب من الاجيال بقى يعني 36 سنه 35 سنه احمد صالح صعد معاهم من الموسم اللي فات من الدرجه الثالثه تجربه مفيده ليه فكسب 2-0 بس هنشوف بس بقى اللي هي لسه لم تحسن وفي تاجيل للقاء قوي جدا طبعا بين الرجاء وحرس الحدود عشان الرجاء دايما بسمع اسمه بينافس في الدرجه الثانيه بس عمري ما شفته يعني لا الرجاء كان ليه لعب دوري ممتاز من سنين برده من الفرق من سنين بس دايما على طول من الفرق اللي تسمع انها بتنافس بس ظهورها في الدوري الممتاز مش كتير بس منافس يعني قوي جدا في مجموعه بحري وليه اسمه وليه تقله الحاج سعد ابو صندوق هناك راجل من الناس المحترمه عنده مشكله في القيد فاجل لقاء الحرس حرس حدود طبعا الفرق الكبيره المنافس القوي المرشح رقم 1 للصعود عن المجموعه ماتش كبير جدا بين الرجاء والحرس بس طبعا هو اتاجل عشان ازمه القيد برده اللي موقوفه للرجاء المجموعه دي اللي طلع منها الدوري السنه دي فاركو صح؟ فاركو صعد عن حرس الحدود حرس الحدود يعني خسر قبل الماتش قبل الاخير مع كفر الشيخ كفر الشيخ ده من الماتشات اللي كانت طبيعي او المفروض كانت سهله بالنسبه لحرس الحدود الماتش الموسم اللي فات لكن طبعا هي دي الكوره لازم تحترم الخصم بشكل كويس والكوره ما بتديش دايما ما فيهاش حاجه هرمون لا طبعا طيب نستعرض مع كابتن ايهاب نتيجه الصعيد مجموعه الصعيد اللي لسه خلصانه من شويه طبعا اسوان طب تسمح لي قبل ما اخد مجموعه الصعيد والنتائج بتاعه انطلاقه المسابقه هيكون معنا احمد مصطفى بيبو مدير فني لفرقه اسوان واسوان طبعا مش محتاجه كلام يعني واحده من الفرق الحقيقه اللي على مدار سنين طويله شاركت في الدوري الممتاز صحيح نزلت السنه اللي فاتت بس خلينا نتكلم على انطلاقه الموسم ده طبعا مع كابتن احمد مصطفى بيبو كابتن احمد مساء الخير اهلا وسهلا اهلا بحضرتك برحب بحضرتك وبالكابتن ايهاب المصري اهلا كابتن ايهاب اخبار انطلاقه المسابقه ايه بالنسبه لكم السنه دي؟ الحمد لله بدايه كويسه الحمد لله اي نعم البدايه بتبقى صعبه بالنسبه للفرق اللي بتطلع مثلا من الدوري الممتاز
احنا بس العامل الوقت كان صالحنا ان احنا اتطلبنا متاخر. بدايه الفرق الدوري الممتاز دي كلها كانت شغاله من بدري لغايه لما رسيت بقى مين اللي هيقعد معاك النادي في الدوري الممتاز. جمعت لعيبه ثانيه عشان اللعيبه اللي مشيت عندك كتير خدت مننا شويه وقت، خدت مننا موضوع العامل البدني، يعني الفرق كلها مش متساويه معانا في الموضوع البدني، في تفاوت. فالحمد لله كانت البدايه مهمه لينا ان احنا نحصل على 3 بونت في ظل الظروف كلها. عندكم مشاكل في الصفقات في التمويل؟ يعني اغلب الانديه، لسه كنت بتكلم مع كابتن ايهاب، اغلب الانديه اللي تلاقي عندها شعبيه او عندها ظهير جماهيري بتبقى دايما بتعاني ماديا، ودي معادله احنا مش عارفين حلها ايه. ازاي اتعاملتوا مع ده في بدايه الموسم، وهل دعمتوا او استعنتوا بصفقات ممكن تصنع الفارق، ولا لجأتوا ل يعني انكم تعملوا صفقات في حدود الامكانيات المتاحه؟ الحمد لله بفضل الله احنا عندنا بعنا لعيبه كتير السنه اللي فاتت، ومجلس الاداره متدخل علينا في اي حاجه من بدايه الموسم احنا محتاجينها توفرها على طول. من خلالك بشكرهم كلهم، البراس اللي هو احمد سليمان وجميع اعضاء مجلس الاداره، اي حاجه احنا بنطلبها بتلاقيها. بس هي القصه كلها كانت في اللعيبه اللي هتمشي عندك والصفقات اللي كانت الانديه في الدوري الممتاز بتطلبها، فانت كنت محتاج تعرف مين اللي هيكمل معاك مين مش هيكمل معاك. بناء عليها انت هتصنف بقى انت محتاج المراكز اللي انت محتاجها. والفتره زي ما قلت لحضرتك الاول كانت الفتره قصيره جدا، يمكن فتره الاعداد عملناها حوالي 20 يوم ورجعنا تاني اسوان. اللعيبه اللي قدرنا نحصل عليها في الفتره دي مع 7 8 لعيبه موجودين معانا في السنه اللي فاتت، معظمهم هو اللي لعب النهارده بنينا عليهم يعني. لغايه طبعا فتره الانسجام دي هتاخد معانا وقت شويه، والتفاوت اللي قلت لحضرتك عليه في المستوى البدني بين اللعيبه هياخد اسبوع او اثنين لغايه لما الناس كلها تبقى زي بعض، وان شاء الله نتمنى التوفيق. السكواد اللي معاك يا كابتن بيبو تقدر توصلكوا او ترجعكوا مره ثانيه دوري ممتاز، ولا شايف ان المنافسه صعبه او ما تقدرش وانت حتى بتتكلم مع اداره النادي، هل ده كان واحد من الاهداف اللي تم الاتفاق عليها انه هدفنا ان احنا نوصل او نرجع مره ثانيه دوري ممتاز، ولا ده مش مرتبط باتفاقات او تعاقدات؟ لا ده طبعا احنا اسمه اصلا كابتن حابب عارف اسمه في مجموعه الصعيد اسم كبير ومنافس على طول. احنا بنعتبر يعني حتى الاستاذ مصطفى امين مشرف عام على الكوره بيقولها على طول ان احنا المركز الثاني بالنسبه لنا يبقى خساره، يعني ما حققناش الهدف. الهدف بتاعنا الاسمى اللي هو الصعود للدوري الممتاز. احنا ده الهدف الاسمى اللي احنا بنسعى له، بناء عليه قعدنا اللعيبه اللي نزلت معانا في الدوري الممتاز، وبناء عليه عملنا الصفقات الجديده دي اللي ان شاء الله ربنا يوفقهم معانا كده ويقدروا يصعدونا على طول في اقرب وقت باذن الله. مين بينافس اسوان من وجهه نظرك؟ مين بينافس اسوان من وجهه نظرك على تذكره التاهل لدوري الممتاز؟ هي لسه الامور مش واضحه لغايه دلوقتي، بس المنيا النهارده نتيجه كبيره خارج ملعبها، حاطين طبعا تنافسيه برضه في الحسبان والالومنيوم في الحسبان. الفرق اللي كانت بتنافس السنه اللي فاتت هي اللي حطيناها معانا في الحسبان، بس احنا في بدايه الموسم في اول الدور الاولاني بالذات احنا ما بنبصش لحد خالص، احنا همنا احنا بس، كل ماتش بنفكر فيه لوحده زي ما فاتت بجوز 3 بونت يجيبوا 3 بونت ان شاء الله، ونصمم بدري باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق ليك يا كابتن احمد والنادي اسوان. يعني طبعا صعيد مصر كله غالي علينا، بس اسوان والمنيا تحديدا كمان، يمكن عشان مش بس يعني فرقه تعودنا نشوفها في الدوري الممتاز، لكن كمان قدموا لمنتخب مصر في اوقات كتيره لعيبه كانت الحقيقه، ويمكن انا اقول لحضرتك حاجه، تصنع الفارق. يعني مجلس اداره اسوان فعلا من المجالس الادارات اللي بتحاول توفر كل حاجه للمدير الفني او الالتزامات اللي عليها للعيبه. فانا عارف ان كابتن بيبو كان طبعا مبروك كابتن بيبو النهارده المكسب، الله يبارك فيك يا كابتن. انا عارف الفتره اللي فاتت كان في صعوبه يعني تكوين فريق بسرعه، وفي لعيبه هتمشي، واللي انت تكون فرقه تقدر تنافس بيها، يعني دي كانت مشكله واجهه اسوان وواجهه كابتن بيبو كان موجود برده مع الجهاز من سنتين. فاعتقد ان شاء الله باذن الله اللي كابتن بيبو قدر يتلاشاها الفتره دي. كل التوفيق كابتن بيبو ليك وطبعا ولفرقه اسوان، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم مره ثانيه في الدوري الممتاز. طب نروح للانتاج، وهيكون معانا كابتن احمد كشري، طبعا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. هارلك كابتن كشري، خساره نقطتين في بدايه ونقطتين في اخر المباراه قدام الاتصالات، بس ان شاء الله باذن الله تقدر تعوض، انت واحد من المديرين الفنيين الواعدين، وبرحب بيك وبشكرك على مشاركتك معانا في السادسه. طبعا حبيبي ابو حميد نور الدنيا، سعداء طبعا، وبمسي على الكابتن ايهاب طبعا، كابتن ايهاب المصري الاهداف كبير، كابتن كشري وابو علي، يعني
الحمد لله طبعا على المباراه. يعني احنا يمكن لينا ظروف خاصه شويه فريق الانتاج الحربي، لان احنا كنا من شهر كنا في الدوري الممتاز والفرقه عندي اتغيرت بنسبه مثلا 70%، معظم اللعيبه مشيت، فجت لعيبه جديده. طبعا ساعات لما تجيب لعيبه جديده كمان يعني ما بيبقاش لسه الانسجام، ما مرناش حوالي 10 ايام ودخلنا الماتش، فما فيش بطه اعداد بتبقى اقل يعني من 4 اسابيع. فبالتالي يعني انا عارف ان هلاعب فرقه كويسه، فرقه الصالات كان بقى لها 3 شهور ونص بتتمرن، واحنا ما تحملناش الفرصه ان احنا ننسجم الفريق وان احنا نوصل النواحي البدنيه بتاعتنا للمستوى المطلوب. يعني تخيل ان انت تبقى داخل المباراه وانت لسه بتتعرف على لعيبتك وبدنيا ما وصلتش ل 60%، فبالتالي يعني وكنا طبعا احنا اللي اقرب للمكسب التليفون جه في اخر دقيقه من ضربه جزاء التعادل بتاعه، لكن الحمد لله يعني بنقول بدايه برضه طيبه مع فرقه كويسه، فرقه الاتصالات، فرقه اللي صارفه جامد ومعاها يعني جهاز فني محترم ومجلس اداره محترم. فبداية الحمد لله يعني طيبه مع فرقه هتنافس برضه من الفرق اللي هي تعتبر في المنافسه. ايوه مع كابتن هشام زكريا الاتصالات صح؟ وفرقه فعلا زي ما كابتن كشري بيقول هي من الفرق المنافسه. انا بحييك طبعا يا كابتن كشري، امبارح عملت ماتش كبير جدا، عامل فرقه محترمه، عندك عناصر مميزة جدا جدا، اعتقد ان الانتاج منافس قوي جدا جدا في مجموعة القاهرة وهيقدر يوصل يعني لغاية اخر صفارة الحكم، هيبقى منافس قوي جدا على المجموعة، فريق محترم، جهاز فني محترم. فانا امبارح كنت بتفرج على الماتش، طبعا في كورة، في ثقة في الأداء، في لعيبة عند حضرتك عندها إمكانيات عالية جدا وخامات مبشرة. يعني انا يعني ممكن اسمي لحضرتك كمان شاذلي او اسلام جابر او حسن ياسين، لعيبه كبيره جدا جدا. طبعا مع انا من واحد مع نجم من نجوم اللقاء امبارح رضا الويشي اللي ادى اداء بشكل كويس جدا، عملت ماتش كبير يا كابتن، والتوفيق اللي جاي ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا بوب يا رب يخليك يا هاب. ويعني انت شفت المباراه امبارح، احنا كنا متفائلين اللقاء رغم ان الفرقه زي ما بقول لك يعني ناقصها حاجات كثيره ولسه ما وصلتش المستوى ان احنا نقدم مباراه زي دي، فده مؤشر كويس جدا لفريق الانتاج الحربي. وانا بس يمكن هي النقطه دي اللي كانت يعني كنت متخوف منها وحصلت فعلا في المباراه واثرت علينا بدنيا شويه في نهايه اللقاء، ان احنا في 10 ايام بس جمعنا الفرقه يا هاب. ايوه كابتن انا معاك ما تحليش الفرصه ان انا اخد لعيبه زي الفرق الثانيه، يعني انا ما اخترتش اللي انا عايزه، انا بالعكس انا المتاح اللي كان قدامي هو اللي خدته، ولكن خدت مجموعه لعيبه كويسه ما انكرش ان هم مجموعه كويسه، في لعيبه منهم طبعا كانت يعني بعلاقتهم بيا ان لعبوا معايا في انديه او عايزين يلعبوا معايا، دي كانت برضه كانت ليها يعني القوه ان هم يكونوا، لان كان في انديه. كابتن كوشر لسه في صفقات ثانيه انا سامع فيها، اعتقد في مهاجم جاي الانتاج ولا الكلام ده مش مؤكد؟ في مهاجم جاي الانتاج ان شاء الله. انفراد بقى انفراد بقى كابتن كوشري ولا ايه؟ نعم مفيش انفراد كده؟ مفيش ايه؟ مفيش انفراد يعني كابتن كوشري ولا لسه؟ والله عشان بس هو على قوة نادي ومنخلصه إعارة، فالأمور إن شاء الله هتتم بإذن الله إن شاء الله، يعني على وشك. هو مهاجم محترم يا كابتن، وإن شاء الله هيفيدك إن شاء الله بإذن الله. يعني أبو علي برضو يعني عنده كواليس لا إن شاء الله هيفيدك يا كابتن، يعني بيتابع الدوري كله، فأكيد هو اللي جاب لك المعلومة جاب المعلومة لا إن شاء الله هيفيدك يا كابتن. المجموعة فرقة كويسة وبصراحة مجلس الإدارة في ظهرنا، وده يمكن اللي خلاني أكمل مع الإنتاج الحربي، إن أنا قلت إن الناس عندها طموح الصعود وبنفس الإمكانيات يمكن ده اللي أنا قلته لحضرتك، الأهم طبعا صفقة وتواجد كابتن كشري. يعني بشكرك كابتن كشري وكل التوفيق ليكم مع الإنتاج، وخصوصا طبعا يمكن بتهيألي مجموعة القاهرة هي الأقوى والأصعب يعني والأشرس فيها كل حاجة، يعني كل المواجهات اللي فيها هتلاقي مارية فيها مواجهات كل أسبوع حضرتك هتلاقي يعني ماتشين على الأقل ثلاثة فيها مواجهات نارية بين فرق كبيرة جدا. طيب نستعرض بقى عشان ما نبقاش جينا على مجموعة الصعيد، نستعرض نتائج مجموعة الصعيد ونشوف كده. احنا قلنا أسوان وسوهاج خلاص 2-1 لأسوان، بلبيس والمريخ ده ماتش كان مرحل من امبارح. انا اول مره اعرف ان في الصعيد في فرقه مريخ. لا المريخ ده مرحل مجموعه القاهره. لا ده بلبيس والمريخ البورسعيدي، ده الماتش ده كان المفروض امبارح، بس المريخ كان عنده امبارح انتخابات مجلس اداره فتم ترحيل اللقاء لليوم، فهم خلص 2-2 كان في ملعب بلبيس، وكان المريخ متقدم لاخر 5 دقائق في اللقاء وبلبيس تعادل. بني سويف وكيمو اسوان
ماتش كبير جدا جدا جدا، فرقتين منافسين اقوياء جدا على الصعود للمجموعه. بني سويف 2-2 النهارده، بني سويف قدر يرجع للقاء كان مغلوب 2-1. بني سويف عامل فرقه كبيره برده السنه دي وعامل تدعيمات كويسه، منافس على الصعود بقاله 3 مواسم لغايه اخر نفس، من الفرق المحترمه جدا 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 في مجموعه الصعيد. كيما اسوان مفاجئ الجميع السنه دي بصفقات ناريه زي ما بنقول، وعامل صفقات محترمه عندها خبرات في القسم الثاني. النهارده اطرد منه اسامه رجب في الدقيقه 35 من الشوط الاول وبيلعب ناقص وكان متقدم. منافسين اقوياء جدا، فماتش كان قوي جدا. نتيجه التعادل دي نتيجه طبيعيه جدا للقاء. تمام. تليفونات بني سويف البداري، البداري لسه صاعد حديثا وفاجئ النهارده تليفونات بني سويف على ملعب الاسيوطي وكسب 1-0. دي من مفاجات النهارده برده. الالومنيوم وبترول اسيوط طبعا 0-0. الفيوم الاثنين لعبوا ممتازه قبل كده. ملاوي والفيوم. ملاوي طبعا لسه صاعد حديثا من الدرجه الثالثه، قدر يفوز على الفيوم صاحب الجماهيريه الكبيره والخبرات الكبيره 2-1، ودي كانت برده من مفاجات اليوم النهارده. المفاجاه كمان مركز شاب طميه يفوز على الاعلاميين 2-0، فدي برده كانت من النتائج المفاجاه بالنسبه لي النهارده. المنيا وانا، انا في ملعبها صعبه جدا جدا، المنيا بيحقق فوز. المنيا بقى لها كتير زمن يعني بس المنيا تحديدا قدمت للكره المصريه اسماء اسماء كبيره جدا واسماء محترمه وعمل يعني. ومكسب النهارده ده انذار شديد اللهجه لكل فرق المجموعه زي ما كابتن بيبو قال. ملعب انا ده صعب يعني، ملعب انا في انا هيبقى صعب جدا على الفرق كلها. المنيا يقدر يكسب انا النهارده 3-0 في انا، ف تحسب لكابتن شيرين. مين الاقرب للمنافسه على مش التاهل لا يعني، في اسوان المنافسه اسوان سوهاج المونيوم كيما اسوان بني سويف المنيا، كل ده بينافس. مجموعه الصعيد هتلاقي كل دولت بينافسوا، هتلاقي كل دولت لحد النفس الاخير والرمق الاخير منافسين بقوه على الصعود للدوري الممتاز. على الرغم انها منافسه كويسه، وعلى الرغم ان يمكن بحكم ان طبعا اغلب الاهتمام رايح للدوري الممتاز، فيعني تسليط الضوء على مسابقه من زي الدرجه الثانيه او ممتاز به مش بالقدر الكافي، لكن انا شايف انه في كوره، في مقومات كوره حلوه. حته ان يبقى في 5-6 فرق بينافسوا في كل مجموعه على بطاقه واحده، ده يخلق ده يدي جو منافسه واثاره ومتعه. كل مباراه كل اسبوع حضرتك هتلاقي في اثاره وفي متعه وفي نديه، في حماس شديد جدا، في رغبه من كل الفرق على المنافسه وعلى الصعود. ففي احنا بنتكلم دلوقتي في كل مجموعه على الاقل في 3-4 فرق بتنافس على الصعود. ف يعني مسابقه جديره بالاحترام، جديره بالالقاء الضوء عليها. وطبعا انا بشكركم للمره الثانيه اللي انتوا القيتوا الضوء عليها او بتحاولوا تلقوا الضوء عليها. لا والله ده احنا كمان ممكن نخصص حلقه ثانيه نتكلم فيها على اهم المواهب، يعني اذا كنا بنتكلم على انه الفرقه دي كلها بتدعم ان شاء الله ومنافسه، فممكن نتكلم على اهم هي بس المواهب. عشان بس التوقيت لسه اول اسبوع، ف الدنيا لسه ما سخنتش، بعد كده ممكن نعمل حاجات ثانيه ان شاء الله باذن الله، حاجات افضل ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا كابتن. شرف ليا طبعا، شرف وكل لفرق الدوري الممتاز بيها او درجه ثانيه ان شاء الله يكون موسم حافل، وبشوف دايما فيها الحقيقه فرصه انها تدي مساحه ومتنفس ونعالج بيها جزء من الارقام الفلكيه الحقيقه اللي وصلت ليها تعاقدات اللاعبين في دوري الممتاز. وفي النهايه بنشوف نفس الوشوش بس بيتنقلوا من هنا لهنا لهنا، لكن اعتقد انه المنافسه السنه دي هتبقى سخنه جدا في الثلاث مجموعات. كمان هنشوف ونحاول نبقى نفرد مساحه اكتر مع كابتن ايهاب المصري في حلقات جايه نتكلم فيها على المواهب الموجوده في الدوري الدرجه الثانيه. هنتابع مع حضراتكم طبعا على مدار الفتره الجايه ومن هنا لغايه ميعاد ماتش ليبيا استعدادات وتحضيرات منتخب مصر لخوض المواجهه الاولى، وان شاء الله باذن الله يمكن حلقتنا بكره نفرد فيها مساحه اكبر لمنتخب مصر. بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.